هذه الحلقة اللي بنسلط فيها الضوء على جانب مهم من عمل الحكومة وجهودها، وأيضاً بنتعرف على عمل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة. نستضيف السيد خميس بن أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لمشاريع دعم وتحفيز القطاع الخاص. انطلاقا من رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة أو المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص. الجانب التنمية الصناعية يحتل جزء كبير من رؤية المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص. من المتوقع بإذن الله مع انتهاء العام الحالي نتمكن أيضا من تشغيل 70 مصنعا. علاقتنا مع دول حصار كانت علاقة تكاملية اقتصادية تكاملية. جميل. الآن يجب الاعتماد على النفس، يجب تحقيق اكتفاء ذاتي بالأمن الغذائي والصناعي والصحي والتعليم. اقتصاد في حلقة خاصة عن المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، تشاهدونه الاثنين الساعة 9 مساء على قناة الريان.